حبيبي، انت اللي حتقعد واحنا اللي حنطلع. وشف نبيل، شف نبيل سلم سكاكينك واخرج. اعتقد صار عندنا قرار واضح ونهائي، خلونا نلزمهم عشان نبلغهم اياه. بتحدي كان المفروض يكون في فن والهام وتفكير خارج المألوف، اطباقكم اسقطت كل الفنون بالضرب القاضية. شيف تركان، بالفن ما نجحتي اليوم، وطبقك خلينا نشك بقدراتك كشيف، ويمكن هالشك يولد عنا اليقين بضرورة مغادرتك الليلة. شيف نجلة، لوحة كلود موني يمكن تكون آخر شيء أبيض بتشوفيه بتوب شيف. شيف أحمد، صحيح القصة اللي عشتها بالبحر قصة ملهمة وخلتنا نتعاطف معك، بس مركب السوشي اللي قدمته يمكن ياخدك على البيت. شيف نبيل، الأزرق بلوحة ميرو هو لون السلام والأمل، بس بطبقك هاللون يمكن ما يخلي عندك أمل تبقى بتوب شيف. شيف أحمد، سلم سكاكينك وامشي. شكراً شيف. شيف أحمد، أنت إنسان معطاء ودائماً كان باين في أطباقك، هذا يوري أنت قديش شغوف، قديش تحب اللي أنت بتسويه، قديش أنت تعبت على حالك عشان توصل هنا، هذا كله كان باين في أطباقك وكان شيء مرة حلو. كمل، بس do not forget less is more. Be good at one thing وتنجح. كلنا we're all a work in progress. صح. إنه نشترك بتوب شيف هو بحد ذاته إنجاز. إنك توصل للأسبوع السابع هو بحد ذاته كمان إنجاز. بتمنى كل توفيق. أنت شاب يعني شاطر ونشيط وأبضاي، وخليك هيك بهالمعنويات على طول. شكرا شيف. شكرا شيف. شكرا شيف. نطلب شيف بالنسبة لي مدرسة تعلمت منها كثير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلم علي الأمريزون. أيوة. بجد أنا بفتخر إنه أنا كنت معاكم. سلام عليكم. توفيق. نصيحتي لكل شاب عنده حلم، ما في أي شيء يقف قدامه، ما في أي شيء يخليه محبط. إنه أنا أول شيف سوداني أصحب في توب شيف كانت مسؤولية كبيرة جداً جداً، وإن شاء الله أنا كنت على حسن ظن الشعب السوداني.